تلميذاتي العزيزات، تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم غادي نهضر لكم فيه على موعد اجتياز الامتحان الوطني ومتى سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا 2020. دائما الفيديوهات حصريا على قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري ومن مصادرها الموثوقة. أولاً، موعد اجتياز الامتحان الوطني. أعلن السيد سعيد أمزازي خلال اجتماعه مع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عن موعد إجراء الامتحان الوطني الموحد للثانية بكالوريا دورة يوليوز 2020، حيث قال: إذن السيد سعيد أمزازي اليوم كان عنده واحد الاجتماع مع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وكان الموضوع هو المآل السنة الدراسية، واستعرض السيد الوزير ذاك البلاغ اللي قاله البارح في مجلس المستشارين حول مصير الموسم الدراسي والامتحانات ديال البكالوريا والجهوي. إذا في هذا الاجتماع قال مجموعة من الأمور المهمة، من بينها موعد الامتحان الوطني. إذا امتحان الدورتين العادية والاستدراكية للسنة الثانية بكالوريا سيكون في يوليوز 2020. إذا خلال المداخلة ديالو في هذا الاجتماع قال بأنه الدورة العادية والدورة الاستدراكية بجوج بهم غادي يكونوا في يوليوز، تتعليق أن الامتحان ديال العادية والاستدراكية بجوج بهم غادي يدوزوا في يوليوز. يعني شنو كيبين هذا الشيء؟ بأنه الامتحان ديال الدورة العادية غادي يكون في الأيام الأولى من شهر يوليوز، يعني في الأسبوع الأول، وغادي يخليو لنا مثلا الأسبوع الثاني ديال التصحيح ونشر النتائج، الأسبوع الثالث أو الرابع ستجرى الدورة الاستدراكية. إذا هو موعد اجتياز الامتحان الوطني. الآن متى سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا 2020؟ دابا منين كنتكلم على نتائج البكالوريا 2020 يعني كنتكلم على النتائج النهائية، يعني من بعد الاستدراكية، النتائج العادية ومن بعد كتجي الاستدراكية، من بعد هاد النتائج النهائية. دابا كنتكلم لكم على النتائج النهائية. إذا أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن امتحانات السنة الثانية بكالوريا ستجرى خلال شهر يوليوز بالنسبة للمتمدرسيين وكذلك بالنسبة للأحرار. هذه معلومة معروفة، يعني أنه غادي يكونوا في يوليوز بالنسبة للمتمدرسين وكذلك بالنسبة للأحرار، بيد أن الأحرار سيجتازون اختبارات الامتحان الجهوي في ظرف يومين قبل يوم اجتياز الامتحان الوطني. يعني احنا كنعرفوا بالنسبة للأحرار يدوزوا الامتحان الجهوي عاد الامتحان الوطني. إذا فهاد السنة غادي يدوزوا الامتحان الجهوي في الأول ديال يوليوز، غادي يدوز يومين من بعد الامتحان الجهوي، ثم ديك الساعات غادي يكون الامتحان الوطني. إذا سيجتازون اختبارات الامتحان الجهوي في ظرف يومين قبل يوم اجتياز الامتحان الوطني، مؤكدا أن الدورة الاستدراكية ستجرى أيضا شهر يوليوز. يعني حتى الدورة الاستدراكية كما قلت لكم في الأول، حتى الدورة الاستدراكية حتى هي غادي تدوز في يوليوز، وأن النتائج سيتم إعلانها يوم 29 يوليوز 2020 بالنسبة للمتمدرسين والأحرار. يعني النتائج النهائية ديال البكالوريا فوقاش غادي تكون؟ نهار 29 يوليوز، 29 شهر 7 غادي نعرفوا الناجحين من الراسبون في هذا الامتحان. إذا المصدر هو سيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماعه مع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. وشكرا لكم على المتابعة، كان معكم الأستاذ محمد البخاري دائما على قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دمتم سالمين موفقين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.